شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الإمام الرضا هو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والده الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، والدته سيدة جليلة القدر عظيمة المنزلة، يقال لها تكتم، وكانت من العابدات القانتات الصالحات. بعد أن ولد الإمام الرضا قالت هذه السيدة أعينوني بمرضعة، يعني أنا وحدي ما أتمكن أن أرضع الإمام الرضا، أعينوني بمرضعة تكون عونا لي وسندا لي. فقيل لها أنقص الدر، يعني الحليب لا يكفي؟ فقالت كلا، ولكن أنا علي ورد من صلاتي وتسبيحي، أنا عندي عبادة، عندي صلاة، عندي أذكار، ومنذ ولد هذه العبادة وهذه الأذكار وهذا الورد نقص، فأريد أن تأتي مرضعة أخرى وتساعدني حتى لا ينقص شيء من صلاتي وعبادتي وتسبيحي. قبل أن ندخل في موضوع البحث، لا بأس أن نشير إلى أن هذه السيدة لم تكن سيدة عربية، وإنما كانت سيدة مغربية، كانت من بلاد المغرب.
هذه الظاهرة في حياة الأئمة صلوات الله عليهم أشرنا إليها فيما مضى، وذكرنا لها بعض الوجوه المحتملة، ولكن في هذا اليوم نشير إلى وجه آخر لم تتم الإشارة إليه من قبل، وهي أن هذا الاختيار الإمام الكاظم يختار لحجة الله، لولي الله، لعالم آل محمد يختار امرأة ليست امرأة عربية، وإنما هي امرأة مغربية. هذه أم الإمام الرضا تكتم، زوجة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أيضا ما كانت امرأة عربية، أم الإمام الجواد، وإنما كانت امرأة نوبية من بلاد النوبة، يعني من إفريقيا، منطقة قريقة من إفريقيا يقال لها بلاد النوبة. هذه المرأة السيدة سبيكة زوجة الإمام الرضا، والدة الإمام الجواد، كانت امرأة نوبية. هذا يعبر ضمن ما يعبر عن عالمية حركة الإسلام. نحن نفكر في إطار محدود، نفكر تفكيرا عشائريا، نفكر تفكيرا قبليا، نفكر تفكيرا قطريا، نفكر تفكيرا إقليميا، ولكن هذا الشيء لا يوجد له أثر في الإسلام. الإسلام حركته حركة عالمية، النبي صلى الله عليه وآله حركته كانت حركة عالمية. إذا النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين كانوا يفكرون كما نفكر نحن، ما كانوا للعالم كله، كان نبيا لأمته، كان نبيا لإقليم، كان إماما لقطر، ولكننا نعتقد أن حركة النبوة وحركة الإمامة حركة عالمية. الإمام مو فقط إمام للعرب، لا، إمام للعرب وللعجم، بل لجميع المخلوقات في هذا الكون. فإذن التفكير لا يكون تفكيرا قطريا أو إقليميا، الحركة لا تكون حركة قطرية أو إقليمية، لا، وإنما هي حركة عالمية، لأنه إمام الكل وحجة الله على الكل. أنتوا لاحظوا هذا الشيء جدير بالتأمل وبالتفكير في ذلك المحيط المنغلق، محيط الجزيرة العربية، محيط منغلق، حتى البلد ما كان مطروح عندهم، يعني الحجاز مثلا أو اليمن أو العراق، لا، وإنما كانت هنالك قبائل، أو كانت هنالك أفخاذ معينة، هذا من بني تميم،
كان يفكر في بني تميم، هذا تفكير، أو كان يفكر في فاخذ من أفخاذ بني تميم، يعني شق في هذا المحيط المنغلق. النبي صلى الله عليه وآله يأتي في أعظم كتاب إلهي. لاحظوا أن الإسلام كيف يوجه الفكر في أعظم كتاب إلهي وفي أعظم سورة من هذا الكتاب، القرآن الكريم أعظم كتاب إلهي، وسورة الحمد أعظم سورة في هذا الكتاب. في سورة الحمد في الآية الثانية نقول: الحمد لله رب العالمين. عالمين يعني شنو؟ فكرنا في هذه النقطة. عالمين جمع عالم، العالم عبارة عن مجموعة من الكائنات المختلفة التي يجمعها جامع حقيقي أو اعتباري، تجمعها وحدة مكانية أو زمانية أو صفاتية، هذا يقال له عالم. نحن نفكر في إطار العالم، مو في إطار العالم بل في إطار العالمين، وهو جمع العالم، يعني البشر عالم، الملائكة عالم، عالم الملائكة، الأجنة عالم، عالم الأجنة، الحيوانات عالم، عالم الحيوانات، الجمادات عالم، عالم الجمادات. نحن نفكر كل يوم 10 مرات على الأقل، نكرر هذه الكلمة: الحمد لله رب العالمين، يعني جميع العوالم، العوالم المنظورة، العوالم غير المنظورة، عوالم عالم الغيب، عوالم عالم الشهود، رب العالمين، الله للجميع، الله لا يختص ببلد معين أو بقطر معين، لا، رب الكل ونحن عبيده. هذا التوجيه في ذلك الوقت، الآن يقال العولمة، العولمة في إطارها الصحيح جاء بها رسول الله قبل 1400 عام، العالم كله كان يعتبره كقرية واحد، الأمة كلهم أبناؤه، الناس كلهم أبناؤه، هكذا كان يتعامل معهم. إذن واحد يتعجب ليش أن أم الإمام الرضا كانت امرأة مغربية، لماذا زوجة الإمام الرضا كانت امرأة نوبية؟ لا فرق بين بلد وبلد وبين محيط ومحيط. هذا يعبر ضمن ما يعبر عن عالمية حركة الإسلام وعالمية حركة رسول الله صلى الله عليه وآله وعالمية حركة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ننتقل إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع يمثل إحدى أبرز الأحداث في حياة الإمام الرضا، إن لم يكن أبرزها على الإطلاق. وهذه القضية هي قضية ولاية العهد،
أن الإمام الرضا صلوات الله عليه أصبح ولي عهد المأمون. طبعا المأمون في البداية عرض على الإمام الرضا أن يكون هو الخليفة، الإمام يكون هو الخليفة والمأمون يكون مساعدا للإمام الرضا. الإمام رفض ذلك فعرض على الإمام أن يكون وليا للعهد. هذه القضية نتناولها باختصار شديد في فصول ثلاثة، وندع التفصيل إن شاء الله إلى مجال آخر. الفصل الأول: لماذا عرض المأمون على الإمام الرضا ولاية العهد؟ الجواب على ذلك في كلمة واحدة: منطلق المأمون في هذا العرض كان الإحساس بالضعف. المأمون كان يشعر بالضعف، ومن هذا المنطلق، لا من منطلق أنه كان شيعيا أو كان مواليا أو كان معتقدا، لا، وإنما من منطلق الإحساس بالضعف عرض ولاية العهد على الإمام الرضا. الفصل الثاني: لماذا قبل الإمام الرضا صلوات الله عليه هذا العرض؟ الجواب على ذلك: نذكر بعض ما يحتمل أن يقال في هذه المجالات، وإلا الله ورسوله وأولياؤه أعلم. الإمام الرضا كانت أمامه ثلاثة بدائل: البديل الأول الرفض المطلق، البديل الثاني القبول المطلق، البديل الثالث القبول المشروط. الرفض المطلق كان يعني خسارة الأمة، القبول المطلق كان يعني تلويث حركة الأئمة، فلم يكن أمام الإمام الرضا بديل أفضل من القبول المشروط. هذا هو الفصل الثاني. الفصل الثالث: ما هي النتائج التي ترتبت على قبول الإمام الرضا لولاية العهد مكرها؟ الجواب على ذلك: لعل من أهم النتائج التي ترتبت على ذلك والتي لم يكن المأمون قد فكر فيها، إذا المأمون كان يفكر في هذه النتيجة ما كان يقدم على هذه الخطوة. المأمون كان عالم، المأمون كان سياسي، المأمون كان لعله أذكى بني أمية وبني العباس، وهذا التدبير، هذه الخطة كانت من ذكائه كما كان يتصور.
ولكن فجأة وجد أن القضية تحركت بمنحى آخر، ما كان يفكر في هذا الشيء، وإلا ما كان يقدم على هذه الخطوة. في يوم من الأيام قال له أحد المقربين إليه: شنو عملت أنت بهذه الخطوة؟ أنت دا تخرج الخلافة من بني العباس إلى بني علي، أنت شنو عملت؟ تعلم ماذا عملت؟ أهم شيء في منطق الحاكم الحكم. الحاكم يفكر في شنو؟ في الحكم. الحكم هي دنياه وهي آخرته وهي دينه، كل شيء. الحاكم غير المؤمن غير المتدين، الحكم يمثل له كل شيء. أنت هذا الشيء دا تفقده. فقال المأمون: أما وقد عملنا ما عملنا، إحنا ارتكبنا هذا الخطأ. هاي نص عبارات المأمون، راجعوها في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله عليه. أما وقد عملنا ما عملنا وأخطأنا ما أخطأنا وأشرفنا، دققوا في الكلمة، من الهلاك على ما قد أشرفنا. هلاك يعني كل شيء دا يروح من إيدنا، دا ينتهي. المأمون دا ينتهي، حكومة بني العباس دا تنتهي، ولكن يجب أن نعالج القضية شيئا فشيئا، خطوة خطوة، ونستأصل هذا الخطر الذي يمثله علينا هذا. المأمون توجه ولكن متأخرا. إحدى أهم الأشياء التي ترتبت على ولاية العهد أن هذا الموقف، دققوا في هذه القضية، وضع في دائرة الأضواء موقفا شخصا يتجسد فيه الإسلام وتتجسد فيه قيم الإسلام. علم الإسلام يتجسد في هذا الشخص، زهد الإسلام يتجسد في هذا الشخص، تواضع الإسلام يعني التواضع الذي جاء به الإسلام يتجسد في هذا الشخص، مناقبية الإسلام، أخلاق الإسلام تتجسد في هذا الشخص بأعلى صورها ومراتبها. وهي مرتبة الإمامة. مثل هذا الشخص عندما يوضع تحت الأضواء كيف يكون حال الأمة؟ الحكام، ولا نقول الخلفاء، أهم شيء كان عندهم أن لا تظهر واقعية الأئمة للناس، لأن الناس إذا عرفوا الأئمة بعد يروحون وراء هارون ووراء المأمون ووراء المتوكل. أكو واحد يوضع أمامه هذان النموذجان، نموذج المأمون ونموذج الإمام الرضا، فيختار المأمون على الإمام الرضا؟ هذا ممكن؟ الذي يرى الإمام الرضا في علمه، في أخلاقه، في تقواه، في تواضعه،
يمكن أن يختار على الإمام الرضا شخصا آخر؟ مو فقط في ذلك الوقت، حتى في هذا اليوم، إذا الإمام الرضا يعرض على العالم، لأنه الناس لا يعرفون الأئمة. الآن توجد هنالك حركة قوية باتجاه الإسلام واتجاه أهل البيت في العالم. من يعرف يشوف يرى؟ طبعا احنا في الواقع جدا مقصرين. احنا اذا كنا نعرض هذه النماذج على العالم، الامام الحجة صلوات الله عليه عندما يأتي، المسيحيون، اليهود يشوفون ما هو معنى الامامة، ما هو معنى علي، ما هو معنى رسول الله صلى الله عليه وآله. يؤمنون، المسيحيين يؤمنون، اليهود يؤمنون، المجوس يؤمنون. الإمام الرضا صلوات الله عليه صار تحت الأضواء. هذا الفاصل الذي وضعه الناس، وضعه الحكام بين الأمة وبين الأئمة، أزيح هذا الفاصل. ولذلك حق المأمون يقول: وأشرفنا من الهلاك على ما أشرفنا. دا ننتهي، إحنا رحنا. إشراف يعني مثل واحد واقف على حافة جبل بعد خطوة يوقع وينتهي. إشراف هلاك، هذا تعبير. الإمام الرضا صلوات الله عليه، المأمون، جمع علماء المذاهب. حقيقة شوفوا، حاكم مسلم هكذا يفكر، حاكم يعني مسلم، جمع علماء المذاهب كلهم، كبير علماء المسيحيين الجاثليق، كبير علماء اليهود رأس الجالوت، كبير علماء الصابئة. كان واحد متكلم عجيب لا يقوم أمام حجته أحد، عمران الصابي من الصابئة، معروف هذا الرجل، ما حد ما كان يتمكن يقف أمامه بمغالطاته ولفه ودورانه. المأمون جمعهم المتكلمين، قللهم: ابن عمي يعني الإمام الرضا صلوات الله عليه جاي، وأنا أريد أن تجتمعوا به وتحتجوا عليه. جاء رسول المأمون إلى الإمام الرضا: ولا يتخلف منكم أحد، كلكم تعالوا غدا، لا يتخلف واحد منكم. جاء رسول المأمون إلى الإمام الرضا، النوفلي ينقل هذه الرواية، يقول: فقال له الرجل: إن المأمون يدعوك غدا، علماء المذاهب يريدون أن يحتجوا، أن يتباحثوا معك. الإمام قال: ما يخالف. اختصر القضية، القضية مفصلة ضروري تطالعونها، الإخوة يطالعونها في بحار الأنوار في بقية الكتب. فلما ذهب قال الإمام الرضا للنوفلي: أو تعلم لماذا جمع المأمون هؤلاء؟ قال النوفلي للإمام: سيدي، إنه يريد أن يختبرك اختبار. ما كانت القضية اختبار، أكثر من اختبار كانت، ولكن سيدي هؤلاء المتكلمون لا يقوم لهم أحد، يراوغون،
أي شيء تقول ينكرونه مع واحد مبدأه الإنكار، طريقة الإنكار، واحد ماذا يقول له؟ أي شيء تقول له يقول لا، كيف تحتج مع مثل هذا الفرد؟ فتبسم الإمام صلوات الله عليه وقال له: أتخاف أن يقطعوا علي حجتي يا نوفلي؟ أنت ما عارف إمامك؟ تخاف أنه هؤلاء يغلبوني في الحوار؟ ثم قال له: أو تعلم متى يندم المأمون؟ إذا احتججت على أهل الإنجيل بإنجيله، وعلى أهل الزبور بزبوره، وعلى أهل التوراة بتوراته، وعلى الزرادشتيين بفارسيتهم، وعلى الصابئة بعبرانيتهم، وعلى أهل المقالات بمقالاتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بكرة جاء الإمام، قال له الجاثليق: إحنا من تمكن نحتج معك؟ أنت تأتي بأدلة لا نقبلها، القرآن لا نقبله، النبي لا نقبله. قال له الإمام: فإن احتججت عليك، فإن احتججت عليك بإنجيلك أتقبل؟ قال: وكيف لا أقبل؟ فأخذ الإمام يتلو عليه آيات من الإنجيل حتى وصل إلى آية من الإنجيل فيها ذكر خاتم الأنبياء محمد. وفيها ذكر علي أمير المؤمنين في الإنجيل. وفيها ذكر فاطمة. وفيها ذكر الحسن والحسين. صلوات الله عليهم أجمعين. حتى الإنجيل الفعلي، الإنجيل الآن اللي موجود، أخذوا الإنجيل مع كل التحريف الذي حدث، ولكن في الإنجيل الفعلي فيه بشارة برسول الله. راجعوا كتاب أحمد موعود الإنجيل، ذاكر آيات الإنجيل التي فيها ذكر رسول الله. شو يقول بعد؟ الإمام يتلو عليه آيات الإنجيل، فقال الجاثليق: ما ظننت أن في علماء المسلمين مثلك أو مثلك. ما كنت أظن يكون في علماء المسلمين واحد مثلك يحتج علينا بإنجيلنا. ثم احتج على أهل التوراة بتوراته، وعلى أهل الزبور بزبوره، وعلى عمران الصابي الإمام احتج عليه أمام الملأ حتى حان وقت أذان الظهر. هذا درس لنا من حياة الإمام. فقال الإمام: الآن وقت الأذان، يجب أن نقوم إلى الصلاة. فقال عمران: أمهلني يا مولاي، فقد رق قلبي، أنا قلبي لان. قال له: أول نصلي ثم نواصل الحوار. ذهب الإمام وصلى، ثم عاد
وحاور عمران الصابي حتى بان له الحق، فسقط عمران ساجدا على جبهته وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أتعلم متى يندم المأمون؟ حق أن يندم. في قضية أخرى، المأمون ضغط على الإمام الرضا صلوات الله عليه أن يخرج لصلاة العيد، يطلع إلى صلاة العيد. الإمام قال له: أنا شرطت عليك من البداية أن لا أتدخل في شأن من الشؤون، أن لا أعزل ولا أنصب ولا أتدخل. فضغط عليه المأمون فقال الإمام: إن كان ولا بد فأخرج على الهيئة التي كان يخرج عليها رسول الله وكان يخرج عليها أمير المؤمنين. السلاطين بدأوا منحى آخر يخرجون إلى صلاة العيد بالاستكبار والتجبر والفرعنة. قال: لا بأس، ما يدري أن الإمام كيف يخرج. فخرج الإمام صلوات الله عليه بتلك الهيئة التي كانت تمثل رسول الله وتمثل أمير المؤمنين، متواضعا، عليه هيئة. راجعوها في بحار الأنوار كيف خرج الإمام إلى صلاة العيد، عيد الفطر، والناس على الأسطح، النساء والرجال والأطفال يتشوفون إلى الإمام، القادة العسكريون اللي كانوا جايين بملابسهم بأبهتهم على خيولهم، عندما شافوا الإمام خرج بهذه الهيئة، راجعوا الهيئة في بحار الأنوار، الإمام كيف خرج، كيف كان يمثل جده وأباه صلوات الله عليهم. وقعوا من على جيادهم وخلعوا هذه الملابس، وأخذ الإمام يمشي ويردد كلمات وكأن الكون يردد معه هذه الكلمات. يجي واحد إلى المأمون قال: تعلم إذا الإمام الرضا وصل إلى المصلى بعد لا يبقى لك شيء؟ فبعث المأمون، الإمام في وسط الطريق، بعث المأمون إليه وقال له: إحنا كلفناك، لا حاجة إلى تكليفك ومشقتك، ارجع إلى بيتك. فرجع الإمام في أثناء مسيره إلى بيته. هذا علمه، هذا تواضعه، هذه عبادته، يجلس مع خدمه على مائدة واحدة مع الخدم، خدم حتى الحجام وحتى السائس كان يجمعهم على مائدة واحدة ويتغدى معهم، يتناول الطعام معهم. فقيل له: كيف تفعل ذلك؟ قال: مح، إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة، والتفاضل بالأعمال، أنه سيد ومسود وخادم ومخدوم. هذا المنهج، منهج الإسلام. عندما رآه الناس، عندما رفع هذا الحاجب بين الأمة وإمامه، المأمون أحس بالخطأ فأخذ يفكر في تصفية الإمام. دعبل الخزاعي رضوان الله عليه، هذا الشاعر المجاهد الذي حمل خشبته على ظهره 40 عاما أو أكثر،
حقيقة تضحيات أجدادنا آباؤنا الشيعة الأوائل. دخل على الإمام الرضا صلوات الله عليه وأنشده قصيدته التائية، هذه القصيدة الخالدة: مدارس آيات خلت من تلاوة، تلك البيوت التي كانت تنشى تلاوة القرآن فيها سحرا، تنشى التلاوة من أبياتكم من أبياتهم سحرا، ومن بيوتكم الأوتار والنغم. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، إلى أن وصل إلى هذا البيت: وقبر بطوس وقبر ببغداد لنفس زكية، يعني الإمام الكاظم، تضمنها الرحمن في الغرفات. الإمام الرضا قال له: ألا أزيدك بيتا أو بيتين؟ الإمام نعى نفسه صلوات الله عليه، قال: وقبر بطوس. يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات أو بالحسرات، إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. فقال: دع بالقبر، من هذا؟ فقال: إنه قبري، ولا تمضي الأيام والليالي حتى يكون هذا القبر مختلف شيعتي وزواري، فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي في الجنة مغفورا له. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الإخوة الذين يتمكنون، الله سبحانه وتعالى هيأ لنا الوسائل الإمكانات اللي يتمكنون يروحون إلى مشهد، هذه مشهد قريبة لعله ساعتين أو أقل أو أكثر هالحدود، واحد يركب الطائرة ويذهب إلى مشهد يوم يومين، يطلب عند الله سبحانه وتعالى، يطلب من الله عند قبر الإمام حوائجه الدنيوية الأخروية. كم من الناس الله سبحانه وتعالى من عليهم بقضاء حوائجهم عند قبر هذا الإمام العظيم. إذا واحد يتمكن، هو أهله أولاده عائلته، يأخذهم إلى حرم الإمام، عسى أن يكون هذا الإمام شفيعا لنا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.